باسم الاب والابن الروح القدس الان واحد امين. النهارده الحد الاول من شهر بابا، وشهر بابا الاربع حدود بيتكلموا على اربع معجزات. النهارده المعجزه بتاعت الحد الاول هي شفاء المفلوج اللي هم اصحابه الاربعه دلوه من السقف لما عرفوا ان السيد المسيح موجود في بيت، فكشفوا السقف ونزلوا المفلوج ده قدام ربنا. الاسبوع ده بيتكلم على السيد المسيح غافر الخطايا. يعني المفلوج ما كانش قصته الشفاء الجسدي، ولكن كان الموضوع هو الشفاء الروحي اللي هو غفران الخطية. وعلشان كده السيد المسيح لما جابوا المفلوج ده ونزلوه من السقف قدامه، ما قالوش في الاول قم واحمل سريرك وامشي، او اتريد ان تبرأ ويبرئه، ولكن في الحقيقة قال له مغفور لك خطاياك. والسيد المسيح هنا كان بيعالج اصل المرض مش اعراض المرض. كان الشلل ده عرض من اعراض الايه؟ الخطيه، لكن ما كانش هو الاصل. زي واحد عنده اعراض، الواحد مش بيعالج العرض لكن بيعالج المرض. فالسيد المسيح كانت هي الخطيه هي اصل المشكله، وعشان كده قال له مغفور لك خطاياك. المزامير بتاعه النهارده هقول لكم. المفلوج ده لما ربنا شفاه من الخطية، وكأنه على لسان داود النبي بيقول الكلام ده في مزمور عشية، بيقول يتراءف الله علينا ويباركنا، يظهر وجهه علينا ويرحمنا، ليعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. أول حاجة في مزمور عشية يقول لنا إيه؟ بنشوف تراءف ربنا علينا، تراءف ربنا علينا، ربنا اتحنن علينا. شوف إزاي اتحنن على المفلوج ده وان هو غفر له. فاول حاجه في مزمور عشيه حنان ربنا علينا وغفرانه لينا. في مزمور باكر ده بقى بلسان المفلوج اللي خاف يقول له يا الله الهي اليك ابكر. اكتر حاجه بتفصلنا عن ربنا والواحد يحس انه كسلان ومش عايز يجي وجود الخطيه في حياته. الواحد كده بيكون عنده حمل تقيل كده ويحس ان هو مثقل ومش مقدم توبة كما يجب ومش راجع لربنا بكل قلبه، يحس ان هو بعيد. حتى لما يقرب لربنا يحس كده بثقل كده وجاي، يعني ايه؟ مش مبسوط قوي. لكن اللي حاسب الغفران وبفرح الغفران يقول له يا الله الهي اليك ابكر لان نفسي عطشت اليك. فعلا اسم ربنا حلو ومبارك. قد ايه الانسان لما يترك عن الخطيه الروح بتاعته تحس ان هي مشتاقه، مشتاق ان انا اقف قصاد ربنا، مشتاق اصلي، مشتاق اسمع صوته، مشتاق اجي الكنيسه. يا الله الهي اليك ابكر لان نفسي عطشت اليك. العطش لربنا كده الواحد يحس بهذا العطش. احنا بنصلي في القداس ونقول له على موضوع العطش ده والشوق ده، نقول له يا رب صلاة سرية بيقولها الكام، بيقول له املانا من خوفك وشوقك. الواحد يبقى جاي مشتاق عطشان، كما يشتاق الأيل إلى جدول المياه هكذا نفسي إليك عطشة. يبقى الخطية هي اللي بتثقلنا، لكن أول ما الواحد يحس بالغفران والسيد المسيح يقول له إيه؟ يا ابني مغفور لك خطاياك، يقول له على طول يا رب كل يوم يقول له يا الله إلهي إليك أبكر لأن نفسي عطشت إليك. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك. الواحد يجي يشوف قوة ربنا ومجد ربنا. في مزمور الإنجيل بتاع النهاردة يقول أبارك الرب في كل وقت وفي كل حين تسبحته في فمي. الإنسان اللي هو حس بالغفران وفعلا تاب من قلبه وخد الغفران ده
يقول له ايه؟ ابارك الرب في كل وقت. بتبارك ربنا ليه؟ ده انت يا رب عملت معايا حاجة ما تتعملش ابدا. قد ايه الغفران ده الواحد يعني احساسه بيه ان هو نعمة عظيمة جدا ان ربنا شال عني هذا الموت. ما الغفران ده ربنا رفع عني حكم الموت، كان محكوم علي بالموت وربنا قال لي مغفور لك خطاياك، كنت مديون ومش قادر اسد ديني، ولاقي ربنا يرفع هذا الدين او الديون دي عننا. عشان كده يقول له ايه؟ أبارك الرب في كل وقت. كل وقت الواحد يقول له أشكرك يا رب، أشكرك يا رب على صنيعك معايا، أشكرك يا رب إن أنا حياتي كانت وحشة جدا وبعيدة جدا وإن أنت رجعتني ثاني لحضنك. يقول له أبارك الرب في كل وقت، في كل حين تسبحته في فمي. يدي الواحد كده يمجد اسم ربنا كل شوية، أشكرك يا رب، أشكرك على محبتك، أشكرك على سترك، أشكرك على اللي أنت بتعمله معايا، أشكرك يا رب ده أنا فعلا خاطي وحش وأنت بتقبلني. في كل حين تسبحت في فمي. بالرب تفتخر نفسي. الواحد إيه يفتخر بمين؟ بربنا اللي غفر له واللي حرره واللي خلاه ابنه. بالرب تفتخر نفسي فليسمع الودعاء ويفرحوا. كل بقى واحد إيه يسمع كده يفرحوا، يشوفوا النهاردة الناس لما شافوا المفلوج قام يقولوا ايه؟ مجدوا الله، مجدوا الله، مجدوا الله. في اله عظيم جه وخد جسد وحاسس بينا. من جمال الموقف برضو بتاع الموقف بتاع المفلوج ان السيد المسيح اول حاجة قال له ايه؟ قال له يا ابني. ساعات الواحد يحس كده او ما يحسش بابوة ابونا السماوي، ولكن في الحقيقة اكتر حاجة تخلينا نثبت في حياتنا مع ربنا وفي توبتنا ورجوعنا هي احساسنا بالبنوة. لما احس ان انا ابن، لما احس بحب ربنا ليا، لما احس ان هو فاكرني على طول قدام عينه وناقشني على كفه واحس بمحبته، ده اكتر حاجة تخلي الواحد يثبت يا ابني مغفور لك خطاياك. ساعات الواحد في خطيته يحس ان هو كل اللي في دماغه ممكن ربنا الغضب، ربنا والغضب الالهي، لكن ربنا حتى في قصة الابن الضال قال كلمة جميلة قوي اللي هو الاب قال ابني كان، ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. فبنوتنا ربنا هي اللي بتحفظنا في طريق الحياة مع ربنا، الحياة المقدسة. يا ابني مغفور لك خطاياك. صدقوني على قد ما الواحد يشعر بقد ايه عظم خطاياه اللي هي تجرح قلب ربنا، على قد ما بيحس بقيمة الغفران. اللي حاسس ما بيعملش حاجة وفي ايه يعني احنا بنعمل ايه ما الكل بيعمل كده، ده عمره ما يحس بالبنوة ولا عمره يشتاق ولا عمره يسبح ربنا في كل حين، لانه حاسس ما انا كويس. لكن اللي يعرف قباحة الخطية، قباحة الخطية والحاجات اللي ممكن الواحد يستصغرها ويحس ان قبيحة جدا في عين ربنا، ويقولوا حتى الامور الحادثة سرا ذكرها ايضا من العار، والواحد يحس اما عار اما يعني قباحة خطية، الحاجات دي كلها. ولما احس ربنا رفع عني كل ده، ده انا فعلا اقول له في كل وقت يا الله الهي اليك ابكر نفسي عطشت اليك. اقول ابارك الرب في كل وقت، في كل حين تسبحته في فمي. قصة المفلوج برضو نشوف ان هو كان في عقبات ان هو يوصل لربنا. طريق الرجوع لربنا ممكن الواحد يبقى برضو ايه في عقبات، ولكن كان اول حاجة كان المفلوج ده كان عايز يخف، كان عايز. وعلشان كده الرغبة في الشفاء دي، ده مهم قوي. ساعات واحد يبقى ما عندوش الرغبة، مش حاسس انه هو في حاجة، او مش حاسس ان هي حاجة ملحة ان انا اخد الغفران، او حاسس ان هي ممكن تتأجل. وعلشان كده
الواحد لما يأجل توبته ويأجل رجوعه لربنا وما يحسش كده ان هو مشتاق لربنا، دي هي المشكلة. لكن الواحد لما يكون جواه فعلا من كل قلبه عايز ارجع يا رب، انا عايز اتوب، عايز اتوب، عايز اتغير، عايز اكره الخطية، عايز ارجع ليك، عايز وانا بكلمك احس ان انا فرحان ان انا برفع قلبي ليك. عشان كده الرغبة في الشفاء دي مهمة قوي. كان عايز يخف، ودي كانت حاجة مهمة، وعشان كده السيد المسيح ما سألوش بقى تريد ان تبرأ. ده الراجل يعني ايه على بال ما وصل اكيد كان يعني اتبهدل، يعني شيل وحط وطلعوا بيه فوق سقف وينزلوه من سقف، اكيد كانت مشكلة، ولكن كان عايز. عشان كده السيد المسيح على طول قال له ايه، يا ابني مغفور لك خطاياك. احنا كمان ككنيسة نمثل الاصدقاء الاربعة. هو كان محظوظ عنده صحاب حلوين وعندهم ايمان، وشالوه وودوه، ومن اجل ايمانه وايمانهم ربنا شفاه واداله غفران خطاياه، او اداله غفران خطاياه وشفاه. احنا كنيسة برضو كلنا بنقف نقدم بعض ونقول يا رب ارحم، وربنا يشوف صلواتنا من اجل بعض ومحبتنا لبعض. حتى لو انا النهاردة مقيد بالخطية، اجي وسط اخواتي اللي هم واقفين بيصلوا ويقولوا يا رب ارحم، ويقولوا يا رب ارحم عني، وربنا يشوف من اجل صلواتكم ومن اجل محبتكم لبعض وكلنا محبتنا لبعض، ربنا يتراءف ويتحنن. عشان كده الواحد يجي ان كنت انا مش قادر، مش قادر اجيلك يا رب، ومش قادر ارفع قلبي ومقيد، اجي وسط اخواتي، اجي هنا في الكنيسة واسمع كلمة يا رب ارحم. وطول القداس هو المرد اللي بنقوله، اكتر مرد بنقوله ايه، يا رب ارحم، وربنا ينظر ويتحنن ويرحم، والواحد يحس كده ان ربنا يفكه، يفكه من ربطات الخطية. ربنا يدينا كلنا ان احنا نشتاق ليه، وان احنا نبارك اسم ربنا في كل حين، نحس بالغفران اللي هو ادهولنا، نحس بالغفران ده، ونعيش دايما في توبة. والواحد يحس كده ان هو لما يتوب وتكون حياته مقدسة، زي ما قال بولس الرسول في البولس، ان احنا رائحة المسيح الزكية، تفوح بنا رائحة المسيح. كل واحد كده يقرب من انسان ابن ربنا عايش التوبة وعايش حياة مقدسة، يشتم رائحة المسيح الزكية، هو كمان يقرب ويحب الريحة دي ويقرب للمسيح. ربنا يبارك حياتكم، لربنا المجد الدائم الأبد، أمين. ليتو خنو مسمين يسو وامتبايو بيوان بيوان كاتا بفران نيمن راتين تبخرت صوت ربرزا بينا ريا قنوتين شو سنفترين صوتا قسماري اسما بين صوتي كان النوبي ناني والطوبي مبشو سارية.